اهلا وسهلا بيكم في قناه شوارع ومعالم اسكندريه، معاكم عادل والي. ما زلنا معاكم في شارع اسكندريه. النهارده احنا في منطقه سيدي بشر بحري، اشهر شوارع سيدي بشر بحري شارع محمد نجيب. شارع محمد نجيب اتسمى على اسم الرئيس محمد نجيب، اول رئيس لجمهوريه مصر العربيه بعد انتهاء الملكيه وقيام ثوره يوليو. اللي انتوا شايفينه ده قمه شارع محمد نجيب من على البحر. شارع محمد نجيب بدايته من على البحر ونهايته شارع ملك حفني على القطر. ادي البحر، احنا كده بدايه او قمه شارع محمد نجيب من على البحر. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان ينتشر بإذن الله. الميدان ده ميدان محمد نجيب، احنا كده في ميدان محمد نجيب العالمين، كده في احمد حسنين، رئيسة احمد حسنين الشهيرة اسكندرية. على اليمين كده فيكتوريا لوران، شمال في ميامي العصافرة المندرة. ده ميدان محمد نجيب اللي انتوا شايفينه ده، واول تقاطع لمحمد نجيب على الشمال هتلاقي شارع البكباشي العسوي، شارع البكباشي محمود العسوي. زي ما انتوا شايفين العماير كلها او معظمها بنيت حديثا. طبعا كان في هنا زمان ما يسمى الكشاك او العشش، كان شكلها مش كويس، والحمد لله كل ده اتشال واتزال وطلعت العماير اللي انتوا شايفينها دي. شارع محمد نجيب هو من اوسع شوارع شرق المدينة، مع شارع 45 برضو، شارع 45 في العصافرة برضو شارع واسع، بس شارع محمد نجيب اوسع. ده ميدان محمد نجيب. ده شارع كده، ده شارع البكباشي العسوي متقاطع مع محمد نجيب كده. ظهرك للبحر، وشك كده محمد نجيب. ده شارع المتقاطع مع محمد نجيب، ده شارع البكباشي العسوي، وده منظر محمد نجيب من على البحر اهو. ده منظر شارع محمد نجيب من على البحر، ودي الشوارع المتقاطعة مع شارع محمد نجيب اشهرها البكباشي العسوي. كده انا ظهري للبحر، ظهري للقطر ووشي للبحر. بالظبط كده انا وشي للبحر وظهري للقطر. عماير كلها عماير حديثة، عماير جديدة. معظم العماير اللي في الشارع 99% عماير جديدة حديثة. زي ما انتم شايفين ناطحات سحاب. الشارع بيتميز هنا، دي العمارة دي ساكن فيها اعزائي اصدقائي حسام طاهر،
صديقي وحبيبي العمارة دي بتاعت حسام طاهر صاحبي، انا حبيت ادعبه كده واضحك معاه فصورت له العمارة بتاعته. ده تقاطع جمال عبد الناصر مع محمد نجيب، برضو من اشهر الشوارع اللي متقاطعة مع شارع محمد نجيب، شارع جمال عبد الناصر. طبعا شارع جمال عبد الناصر غني عن التعريف، هو من اشهر شوارع اسكندرية، شارع جمال عبد الناصر. شايفين كده العربيات اللي جايه بالعرض دي كده، ده شارع جمال عبد الناصر، على اليمين فيكتوريا وعلى الشمال ميامي الأكاديمية العصفرة المنظرة. احنا كده في محمد نجيب بعد الإشارة، بعد شارع جمال عبد الناصر كده احنا داخلين محمد نجيب، في نفق محمد نجيب اللي هيجي دلوقتي، ده نفق محمد نجيب. النفق ده من هنا يطلعك على دربالة، من تحت القطر يطلعك على دربالة وسوق دربالة وسيدي بشر قبلي. احنا كده في محمد نجيب بعد عبد الناصر، او ده كده العربيات طالعة من النفق، ده اسمه نفق محمد نجيب. العربيات دي جاية كده من سيدي بشر قبلي ودربالة، اهو ده نفق محمد نجيب. برضو النفق متسمى على اسم الرئيس محمد نجيب. احنا كده ظهرنا للقطر ووشنا للبحر، انا برضو باخد لكم منظر كده، احنا كده ظهرنا للقطر ووشنا للبحر. احنا كده في نهايات شارع محمد نجيب من ناحية القطر، من ناحية شارع ملك حفني. احنا حاليا جنب نفق سيدي بشر، او فوق نفق سوري فوق نفق محمد نجيب. ده اخر شارع محمد نجيب من ناحية القطر، ده اخر شارع محمد نجيب من ناحية القطر، شارع ملك حفني، نهاية شارع محمد نجيب، شارع ملك حفني اللي انتوا شايفينه ده اللي بالعرض ده، ده شارع ملك حفني. للأسف في ناس كتير في من أهلنا الطيبين بيقولوا عليه الملك حفني، لكن هو ملك حفني. ومع نهاية شارع محمد نجيب ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو. أشوفكم في فيديوهات وشوارع جديدة إن شاء الله.